بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وكل عام والجميع بألف خير. بنجدد لكم تحايا العيد السعيد، وربنا يعيد العيد والبلاد ترفل في ثوب من الرفاهية والسلام والحب والوئام. مساء الخير عليكم، التحية لكل أهلنا في البوادي. في هذا البث المباشر إن شاء الله عيدنا حيكون من خلال البوادي. العيد في البوادي أكيد عنده طعم وعنده مذاق خاص، نرتحل عبر الكلمة الجميل إن شاء الله ونطوف على البعض من بوادي السودان الجميلة. مساء الخير عليكم مرة ثانية، وسعيد جدا يكون معي الشاعر مصطفى الأرباب. مصطفى مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. وعبرك عني كل السودانيين بعيد الأضحى، نتمنى برضو معنا الشاعر الجميل مصعب بشير. مصعب مساء الخير يا مصعب. مساء النور وكل سنة وانتم طيبين. الشعب السوداني كله طيب وبخير، وينعاد عليه الشعب السوداني بالبركات والخير إن شاء الله. برضو الصوت الجميل برضو عز الدين سعيد حيكون معنا من خلال آلة الربابة. مرحب بك وكل سنة وانت طيب. مرحب بك والله، كل سنة وانت طيب، والغابلة على أمان الجميع، وحي الشعب السوداني داخل وخارج الوطن الحبيب، وشكرا لك. وبرضو معانا على آلة الكيبورد أو الأورجن إدريس محمد، بنقول له برضو كل سنة وانت طيب، وحتستمتع إن شاء الله بالأنامل الذهبية المصاحبة للصوت الجميل عز الدين سعيد. الشيخ فرح والتكتوك قال بيجي زمن بيكون الكلام بالخيوط والسفر بالبيوت، وعندكم انتوا في القيم الجميله، القيم المجتمعيه في البوادي برضو، ولو جينا نتكلم عن المزدار والرحله الجميله اللي هي بدت بيقولوا بالجقله وبعد ذاك السيارات والطائرات، لكن خلينا نقف في البدايه عند الجقله دي. الجقله دي كله ابل اسمه جقله، والجقله دي بتطلق على نوع معين من البل. تفضل. والله طبعا هي كل الابل دي جقله، يعني ممكن نقول عليه اسم دلع او يعني في البالي بيقول اسم قفل، يعني اللقب. وكله ناقه جقله، يعني ما في فصيله معينه ولا عمر معين، جقله اللي هي الناقه عموما. الرحله كيف بدت يعني ولحد اللحظه دي يعني؟ والله طبعا هو ادب المزدار ده، يعني نحن نتكلم عن المزدارات لفظا. ايوه دائما بنقول سدره عكس الدله، فانت بتصدر من موقعك انت لموقع آخر. ما عوده يعني. ايوه حتى نقول لك الزول ده ما زال سادر في غيه، يعني الشروع في العمل زاده. ايوه فالرحله عموما بدت يعني من وجود الشعر العربي زمان، كان في الطيف، بعد شويه ظهر النسيم والحمام الزاجل، حتى في السودان في اغانينا يعني يا نسيم اليوف ولا حييها، نسيم الروض بالماسيه، بعد شويه يا طير يا طاير، الطير المهاجر. بدت الرحلة الحقيقية اللي هي التسفار لموقع الحبيب بتاع المحمد العربي، وقد يكون خيال، لأن يعني كل مصادر الحيوان في السودان دي هي ما حقيقية، لكن هي عبارة عن رحلة من موقع لموقع، والهدف منها مش الوصول للمحبوبة فقط، إنما دراسة جغرافية ودراسة تاريخية بتديك ملامح عن مناطق المزدار ده، يعني تقوم من رفاعه ماشي قطاري، تغشى فلان بدين وتغشى حليله وتغشى كده وتغشى كده، انت حتى اللي ما شفت المنطقه دي كلها بتقوم ترسم صوره ذهنيه لموقع الانسان ده، وفي ناس عندهم المقدره الفارغه في انه يسوقوك معاهم. وانا قاعد اقول للاستاذ الفرجوني انه ما بتخلص ولا يسمع، انما بتجبر يركب معاك ويمشي، دي تتفق مع المقدره التصويريه العاليه للشاعر. فاكثر مسادير طبعا هي مسادير الجمال. أيوة الإبل. خلينا نبدأ بأبيات كده تكون ما طويلة، تكون قصيرة، نسمع أبيات وبعد ذاك برضو نتحول لمصعب نسمع بعض من الأبيات كاستهلالية لهذه السهرة، وبعدين بنرجع لكم نتونس الونسة كثيرة حول العيد في البوادي إن شاء الله. نسمع شنو يا مصطفى يعني الأرباب؟ أنا في طبعا في المزدار ما عندي مغد كذب أصلا، يعني أصلا ركبت جمال ولا سعيد جمال، فما عندي مزدار جمال، لكن يعني عموما تختار لنا اي يعني من الشوراني. أيوة. قال لي العلوب البيه قوى عظامي، عارفك داف قولي اهيم بركب الشام، كان طاوحت للحسكه
ورخيت لزمامي بوريك ضرعي اللي واسع الخلل الجداني بتوريك انه يعني حتى مناجات الجمل مع معاسيله قال لي العلوقة البيه جوا عظامي يعني انت زمان بتعالفني وبتعلق لي ما لي غرض تاني عارفك دافق لي هيم بركه في الشاي ليه زوجتك ما لينا ولا حاجه كان طوعت للحسكه وده طبعا نوع من الزمام اللي بتكون في لسان الجمل أيوة. كان طوعت للحسكه ورخيت لزمامي بوريك ضرعي اللي واسع الخلا القدامي والعرب عموما عندهم مقدره فايقه في تصوير الرحله يعني واخونا مصعب ده يعني برغم شباب لكن هبش المسادير يعني ايوه نحن نسمع برضو من مصعب ابيات من مصعب مره ثانيه نقول لك كل سنه وانت طيب وانت طيب والشعب السوداني كله طيب والمسادير في حديثكم على المسادير دي ابيات في شكل او رباعيات في شكل مزدار رسلتها كان لاخوي محمود ود الخاوية الله الرحمة والمغفرة راح المغيب محمود ود الخاوية نسأل الله أن يدخله فسيح جناته نعم بقول له قل للخاوية شد الحوري فك لقيده وقبل ما أبدأ المزدار يمكن الخاوية كان عنده بعير اسمه الحوري رسلت له الرباعيات دي قول للخاوية شد الحوري فك لقيده سيل علوم وسلقة خفيفة هي لا تزيد عليه بلد المقاشر الحي ضارب بيده قوم خلينا ذكر الماضي تاني نعيده برق الرفة جهات عاش قلاح لوميضه جرحا تاني بارك جرحا باري تاور تاني عاد تجديده شوقا طال على المزيون ما حس حزيده طرف اللجة كيف ما سيت لماضي قميده قوم يا الخاوية ود الخاوية حالته مريبة قالوا الليلة ماضي الربطة مو راضيبة قوم ودينا بلد النالة والبريبة أكرب كور وباقي السفرة ماها قريبة حس العاتي قول له الميس بعيدة بلوده حيلك شد عهد السمحة نو في عوده بلد الخض ظهر طرود ولا دنعود لا يلهيك عسين وديان ولا فوده لشخ طوف شد لباب وأكرب سرجو أحكر زوره حبل الغردة ميز درجو قليل ما قالوا دي ملسان ودافك هرجو عجل لينا باقي العاتي زايد صرجو أمرك برا من الحلة قود وقواده راجع شد وفرشك سيه من سجادة بلد النفس لا غير لي من ميرة يادة ليه نزوع مرة نطير نخرق العادة نوخ وتب وفي قمريت وأضرح صوته تبع الجان وصدر الحل عقب فوته بلد الملحة لي بناقة دبر قوته قول للحوري قبل الطيحة سوف نفوته وأنا برجاك بالشاهين هجين الغر جريت مسافة من الثانية ما ينصر نظيف وبرت أبيض لونه مثل الدربوه وجان وجد البرق ما أصل حر ثلاثة شهور قدر ما يشوفني ياخذ شبقنا بجدوى من الدوفة عدم الحبة بفك الوقيد وتيلاد البتالة الخبة وبهجنبه الحشيم البس سماحة معبة أبزورا ما بعد من نباط ومسافة ما بيه الرباط داير القشاط والطاف لمعان البروق زاد عليه نحافة صبح من قنق تحلف تقول حرحافة يا بزورا ما بعد من نباطك نافر عارف النوم بالك ومن عيونك طافر الشوق البلاني وبين ضلوعي بعافر ما بيحمل قعاد بكرة القريب بنسافر ديامنا يكون مع الفجرية والشهلال نمسك الدرب جنين تلحاق نسيها شمال عليل ما قالوا رص الصوت بالجوال نخلي الكور ويسار ونين محل ما جال نبارك ترعى 109 لامة جرها نقاصد الشرق ناطر الفور نعدي شدرها عليل ما قالوا فيشان خف ابوها زجرها خف يا تيسي والدار خاوي عارفه ودرها نمسك السكة لا وتبري متلازمين نعقب الكبري والاسفلت نسيه يمين انادي المولى اقول لك يا اخي قول امين اخوك والجاهل قبل الطيحة متلمين 30 نسيها صعيد وبان هنا بلد النوق وصافي المويه في الهضاق على التهجين منا الحور وطبع ملاك نخب ونزع نخلي الفقره لونها بلاك وفي 20 زائد 9 ناس مصباح نعقب الحله نلقى السكه قايمه صباح زول اللي ابو الخايه وجه صباح كاح الموق وفر بس ما هو كالمصباح تبين القلعه من قدام نجيها خبيب ما هتفعيني والدوما تصب صديب الخلاني شايل الليل سهاد ونحيب فرق لي وما بنضاق ولا تعذيب كثير يا اخي اللي بنضم ساي ولا مشهاد بنم مرات وباقي الليل بتم مسهاد فرق لي ودون الناس بدور الجهاد قلل صبري والنيران بقل مهاد والمصدر طويل وبعد ان شاء الله ندي فرصه نرجع لك ان شاء الله ثاني وبنسمع منك الكثير من دروب الشعر في هذه السهره العيد في البوادي لكن خلونا نسمع اول عمل غناية عز الدين حسمي لنا شنو في بدايه هذه السهره الله يا سميكم
صدقني مشتاق لك لي نظرة من عينيك كلمات وألحان زي سعيد. يلا تفضل. عز الدين سعيد. وآلة الربابة طبعا هي من الآلات الجميلة وحساسة وطاعت انه تصل لوجدان الشعب السوداني. وقدر شنو نافست تفتكر يا مصطفى الأرباب؟ نافست الآلات الشعبية والموسيقى والحاجة. أنا أقلب السؤال أقول قدر شنو نافستها. لا طبعا هي الأصل والباقي كله وافد عليها يعني. يمكن الإنسان، أنا دائما قاعد أقول انه الفن
بيرتفع مع ارتفاع عموم أشكال الحياة وبيستفل مع استفال كل أشكال الحياة. يعني نحن بدينا أصلا بالربابة دي، والربابة دي أصلا كل العرب موجود عندهم تختلف أشكاله وعادة السلوكة دي طريقة العصف بتاعها، لكن من مكان لآخر تختلف. حتى عندنا في غرب السودان هي لحس موجودة لكن ما بين 5 سلوك بتاعتها دي. فالغنى على حسب السلم، الغنى الطنابرة زمان قبل نكون فنانين الطنابرة فالأساس هي، لكن بفضل الله أنا حسي وجدت ليها مجموعة بتاعت شباب قدروا يدخلوها الخرطوم وداخل أحياء الخرطوم الراغية اللي كانوا ما بعرفوا ذاته. حسي ما شاء الله الشباب ده بيغنوا في كل أحياء الخرطوم، ما بقت بتاع الدارية ولا صارت بتاع دورة ولا صارت بتاع دريف، إنما صارت جوزه أصيل جدا في الانفعال الوجداني للإنسان السوداني. عشان كده أنا قلت هي نافست الآلات الموسيقية والشعبية هنا في قلب الخرطوم العاصمة. طبعا دروب الشعر شعر البادية كثير، يعني نحن لو تكلمنا مثلا مسكنا الكرم، مسكنا الشجاعة، مسكنا يعني برضو الشعر في للمحبوبة. كلمنا شوية عن الكرم في البداية، ونحن في عيد الأضحية، وأكيد هو برضو في العيد ده بيسهر كرم السودانيين عندك ما عندك برضو عندك يعني. جميل والله. لكن طبعا هو أقول لك حاجة، يعني الكرم ده في السودان يعني أصبح مهنة، لا هو سلوك ولا هو عادة ولا هو خصلة، مهنة الناس بيتمنوا امتحان. يعني بل بقينا نصدر برا، يعني في السعودية لما تمشي يجي خاشي جنسية تانية يتجاوزوه الناس، من تجي خاشي يقول لك تفضل يا زول، يعني حسبين انه هو بيقول لك كده هو لا جنسيتك ولا بعيدتك، لكن بس عايز اوريك انه دي خصلتكم. لكن بفضل الله وبحمده هو الكرم طبعا هو جزء من ديننا اول حاجه، يعني اكرام الضيف من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. صح، عندنا اكرام الضيف ده جزء من ديننا، غير كده مارسناه بالسودانويات السمحه دي، طريقه ممارسته أضحت فيه جزء يتنافس فيها المتنافسون، وأضحت فيها مميزة لبعض القبائل. عندنا الدواوين الفاتحة اللي هي بتكون بعيدة من البيت، مفروشة السنة كلها، لكن موجود فيها السنة كلها، الشرب موجود فيها السنة، الجو ما بتعرفه أنت، لكن اللي بيطلع من بيتك وضيفك في الدوام ولا بتعرفه، ياكل ويشرب وينوم ومتى ما يطلع. فبفضل الله هي طبعا تكافل، تراحم، تعاون، تواصل. فالكرم بحمد الله وبفضله ممارس لحد الليلة في الغرى، والمدن وأنا بتحضرني طرفة ظريفة جدا. مرة في 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 قناة الجزيرة تحدثنا عن الكرم باستفاضة جدا يعني، فقلت دائما نحن ناس المدن أو ناس القرى نقوم نستلب الخصلة دي من ناس المدن، نقول كرام نحن برانا لكن ناس المدن ما كريمين. فقمت ذكرتها قلت يا جماعة أو موقف كده، وأنا ماشي في السوق ناداني راجل بتاع مكيفات وتلاجات، يا أبو الشباب دقيقة سلم عليك، يا أخي أنت والله بتشبههم. فعرفت إنه ده أصلا، قلت لي يا هو في شنو؟ تعال يا ولاد سلم على عمك وندا. قال لي اخ مره في حلقه وقلت الكرم بتاع ناس المدينه، على كلمه قلتها كيف؟ فقلت يا جماعه والله احنا في الغرى بندعي الكرم على ناس المدن. يعني شنو انت في الغرى او في بادي عندك وراح فيه 500 نفر 500 بهيمه؟ جاء ضيف قلت له خروف ضبحته يا جماعه، طبيح تقريب بيساوي الجبنه اللي كان الموظف في المدينه عايز اكثر بيقول، ولما جيت انت اختفى جاب جبنه. ايوه خروف ضبح ساوي الجبنه برضه غير اكرم. قال لي يا سلام يا كلامك سمع والله ريحنا ضحك، قلت له شكلك مكتس في الجبنه. قال لي الجبنه كثير. فالكرم عندنا في المدينه موجود وفي الغرى موجود وفي البوادي بيمارس. افتكر انه بصوره خرقة اي نصوص ريح خرقة جدا. لو حدثتك عن نوازي او اشكال او صور غدلان تنصف الدواء يعني. خلينا نسمع برضو ابيات، تختار شنو تختار لنا ابيات في الكرم؟ يعني ابيات في الكرم يعني انا بتحضرني بعض الابيات السمحة جدا لبعض الشعراء، وحقول ابيات للشعراء يعني انا دائما بتمثل ببيت عكير الدامر لما جاء لمدح سير الرحمن المهدي، فقال لي تسلم يا زعيم التلفزة تحت العذراء، يا جبل الضرة والري نهار الخطرة، عندك طبعة وكرين تدي ايدك تطر غصة في الأرض تشم ريحة الندرة. فكر انه ده اقتضاب لصورة كبيرة جدا. انا عندي اخوي فبقول له طبعا الناس لما يقولوا غني فوقك يقول لك الاسد النثر ما عرف التمساح الحرس اللي ما عرف الدود اللي بسوي كده. نحن ليه ما ممكن نشكر الراجل بانه ممنوع الكاشفه وتمام كريم والبتبه نجاره
وبيردوا ممكن صفه جميله يعني نمدح بها الناس. فهو انه فيه مجموعه شعر وصفوف الوصف الوحشه دي يعني مبنى على الكشفات برضه يعني الدوه وحبه يعني هو صف صفحه لكن احنا من الليدر الدود النتر والاسد الحاجر الغاب وقلام الصفوف هي وصف صنحه لكن ما عادت مستصاغه حسي في عصرنا حسي لا في قلام صفوف ولا في اسد نتر. فقلت له اسد شنو البهيمه اللي بيشبهك في النتر؟ لزام الثقيل شعب الحمول والعتره والدم وي ما داب على اختر فدر جودا فيك عاده وجاب رواشه وشتره. يا سلام يعني صور هي ما 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 ما, ما خارقة هذا ولا هي صور وحشة ومستصارة ومواقبة كمان في نفسها خراب المال دوامي يا فضلي أكبر عيبك بس الرب يا المبروك كره ما يصيبك إن جاك العشيم بتفوش كأنه حبيبك إن جاك في المنام إيدك بتخرج يا سلام يا سلام مصعب نسمع شنو بعدين يا مصعب أنت يجيلك ده قدر شنو بيهتم بالحاجات الجميلة دي يعني حتة الكرم الشيء والله هي بس حتة الكرم دي اصلا يعني اي زول سوداني زي ما قال لك مصطفى لو هو اساسا يعني السوداني معروف يعني حتى لو كان يعني بين حتى في الدول الثانية يعني اكثر حاجة احنا موصوفين بها ومشهورين بها هي يعني الكرم يعني زي ما قال لك مصطفى قبل لما زول خاشي كم جنسية ما يشتغلوا بهم لكن لما نيجي زول نقول له تفضل معناها دي السمة حقتكم انتوا اللي قاعد تقولوها والكلمة اللي قاعد تقولوها تفضل الكرم. والزول لما يغني ذاته للكرم ويغني للناس الكرماء ما عشان مثلا عشان يرسخ وينفض الغبار من العادات السمحة والموروثات الجميلة دي اللي احنا عندنا. يعني انا ما اعرف لكن في ناس كثيرة الواحد بيمدح زول بانه يمدحه ما معناه يمدحه ما معناه داير منه حاجة اصلا. لكن داير الحاجه دي لما انا امدح فلان ده وهو اصلا كريم الغير حتى لو كان قالوا التشبه بالريال وفلاحه بيتشبه به بس عشان شنو انت غنيت فوق فلان ده عشان كده حتى الفخر يعني هسه نحن لما الواحد يفتخر بقبيلته في عارف انه الشعب السوداني او القبائل السودانيه كلها فيها الخصائل الجميله وفيها الموروثات الجميله والقيم السمحه لكن لما انت ايوه فيها مياس كثيره يعني مياس كثيره بيقول لك يا مصعب الانسان من بيئته يعني من بيئته انسان من بيئته بيطلع بميز لا تحصى ولا تعد نسمع ابيات وبعد ذاك نمشي نشوف طيب انا 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 سعيد انا جبت لك الكلام عن مثلا نخش في الفخر مثلا عندي مقدرة السيول وجرف الشدر فيه فكر قاسم مشترك بين الهبج والشكري أهل عندهم فيض المكارم حكري يا هم دوام فخري ومحاسن ذكري بنسر وضيب يوم القتال والكرنة وبطنيس اللصوص ساعة تدخل وكرنة للبال الوسيع يا الملكة نحن حكرنا وعين ساحة الغضب مثل الغيام عكرنا جابرين في العبوس يوم الجواس الجينة ومن صدف الرجال كذب اللي بيقول لجينا ستارين عروض للفارغة ما ترجينا ولي شركة اللسود يستمحى كم قد جينا بالريد البريد لو بنوفي للبعيدنا وبالجار البدور حتى ما توعدنا بنحفظ الوداد مهما الزمن باعدنا ولي محل السنين يانا البدود رعدنا شكرية وعزاز سوحم هبج مرتعنا ومن بحر الفضل صبح الخصال كرطعنا ثابتين في الأرض في المشي ما تبرطعنا وعن لفظ الحديث ما نضعاف فرطعنا وما بنقول برانا إلا فينا زيادة بنعز العشير والسمت نحن سياده في صفوف الرجال دائما مكاننا قياده وميساقهم هبج لابسين نطوب وبلاده. يا سلام. ودي من ضمن الحاجات اللي زي ما قلت لك في الفخر. في الفخر. نعم. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه نرجع لعز الدين كيف بدت علاقتك قبل ما نسمع العمل الثاني بآلة الربابه بالتحديد يعني؟ والله هوايه. بدايتي كانت هوايه يعني. تاني منتديات مراكز الشغلة اتطورت تاني على كده يعني أول ما سمحتها أنت في سن باكرة ولا يعني في عمر متقدم؟ لا في عمر صغير في عمر صغير نعم أيوة أهم الحاجات اللي ممكن الزول يتبعها عشان يتعلم الربابة شنو بعدين شنو قصة الكهرباء دي يعني كثير من الناس بيفتكروا الربابة من غير كهرباء ما مفترض تتوصل بالكهرباء يعني والله الكهرباء دي الفكره دي ما جديده علينا نحن دخلها زمان ابو عبيده حسن ايوه نعم نحن لقيناها يعني حاجه قدامنا
عشان كده بقينا شغالين بالكهرباء. يعني الروضة القديمة لسه في ناس شغالين بالقديم يعني زي الشماليين زي الدين شكري النصري. أنا بقصد لك يعني لما تكون بالكهرباء بتكون في ميزة يعني مختلفة من إنك تعزف بدون يعني صوتة بكون شوية محسن من باقي الربابة العادية. أيوة تديك الصوت الحقيقي الدائري أنت. نعم. يلا نسمع عمل وبعدين بنرجع نتونس نسمعكم نشوف كيف برضو بتكتب الأشعار الجميلة دي وبتلحينا في نفس الوقت ونشوف لو عندك ناس بتتعامل معهم بعدين إن شاء الله. تفضل نسمع كلام غلط للأستاذ شرف الدين محمد النور ومن الحان يعني. هاي العيد أستاذنا مصطفى العرباب الشعر كلهم كتبوا عن الحب والغرام والهوى وعن المحبوبة، لكن عايزين نتكلم عن المحبوبة في البوادي والكتابة ليها. هل في اختلاف في التناول؟ أكيد طبعا في اختلاف كثير جدا. خلينا نقول أنا فكرنا بس هذا بيها طوالي إن الذي يبطي الوضوء من الغرية لا يجر الصيام من المدينة. فأنا لما أتناول المحبوبة في نص أو في غنوات الكلمة الجميلة أكيد بكون مستصحب تربيتي سلوكي
بيتي، البيت اللي بكتب عنها، سلوك أهالها، قبيلتها، غريتها، كل الأشياء المجاميع دي بس أصحبها في غناء. ورصة أنت قبل قلت الإنسان أو الأشياء اللي بيته والإنسان اللي بيته، لكن لما أمارس العشق في شعري لازم أمارسه محتشم ومؤدب ومهذب، الاثنين جبت الأدب والأدب والتهذيب الاثنين يكون جواه. ففي فرق يعني، أنا لما أتناول حتى الأشياء اللي ممكن تتناولها بنت البادية فرق من الأشياء والمعطيات البيكات بنت المدينة، ده ما بيعيب ده ولا بينك، ده من قسمه غادر ده، لكن طريقة تناولنا الشعر هناك يعني. أنا لما أشكل لك بيت مثلا أقول لك بتعز قديم يا ليلة لعين باكر، ما شقت مواقف وناولوها تذاكر، وفراها الدلوب ما هم جنود عساكر، بينك وبين جيمك لا تسع دكاكر. لو قلت لي مصعب أخوي يا أخوي الغنوة هي أختك بيقول لي أبشر، لأنه أصله ما هزيت بأي شيء من المحافظة. ما جبت الاسم ما جبت. لما أقول النزرة التدارك مبصص الضي، حرمت قلب راحته لما نام عيني، بشير الليل تخلي كل مني ولا جرحها هسه نازل وتحت واحد نايم، والعلمني تحسب النجوم والفقدة أسهر عيني سهرا من نامة السجدة، قايم فوق نعيمه وعزه منقود نقده، ولينا من نعوم تتعبد وكمين عقده. يا سلام صيعة البليب قالت منك اتعلمته، باران السجود قمت السجود نقومته، حسس الرد من نفس العزيزة كتبت من كثير سهل الوصال، وانا بالعفاف حرمته. يا سلام يا بنت الملوك هيبة وجلالك سنك جورة وعفة المرنوعة طاشة السنين، مكانك في القصور والديدبان حاسنك وحمتك في الأرض طارق طارق. يا سلام رخروها ومدلع في نعيمه وهانية، ما شافت شقة ولا شقانة قصدت عالية، سلت روحي رافعة قديمة 60 ثانية يشيل الخطوة يا الله وتجيب الثاني. يعني أتناول مجامع مدح ومحاسن لكن ما أخش في تفاصيل قد تصير حياة أهلها أو حياتي أو تشهر بها. ومن زمان بدري يعني حتى الشعر الجاهلي يعني لما جاء المنخل يشكر قال ولا قد دخلت على الفتاة الخضري في اليوم المطيري، اعتبره زي الكفر يعني، لأنه صرح بها تصريح فاضح جدا يعني. لكن زي ما في 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 الفتاة المصونة، وحتى إنه بيقول إنه يعني يقول لك مثلا عبلة ما غيث ما تزوج ليلى ليه، وفلان ذاك ما أو عمره غيث ما تزوج سلمى، وعنتر ما تزوج عبلة، وزهير ما تزوج سلمى الثانية ليه، لأنه حتى مقرضونا فيها كم يعتبروه عيب. فالمرأة افترضت تكون مصونة، وأنا لما أغني في أغني في فتاة ذات فتاة طبعا الخضر والكن حس انتهى، لكن تفضل الحوش هو نوع من الصيانه. هو يا مصطفى العطاء بالنسبه للشاعر بيكون اكثر في حاله الحرمان، انت الان ذكرت الشعراء اللي مشهورين على على مستوى يعني على يعني اتحرموا من انه على مستوى العشق يكملوا العشق او الهوى او الحب حقهم ده يعني. فالعطاء بيكون اكثر وين لما انت ما توج المساله بتاعت العلاقه دي بالزواج مثلا، بيكون افضل انك عطائك بيكون بيصل للناس بتهبش الناس. هو طبعا هو الممنوع مرغوب، ومن يمين ما يحكي في قصص العشق انه بيقول انه يعني عزه زولت كثير بتخلي الناس وبتطلع تلاقي كثير زي أو أخوها شك فيها يوم صحة يعني عمل فيها متناوم. فلما قامت بالليل بعد الساعة واحدة الناس ناموا ركبت البعير اللي أكرمك وطلعت مسافة، بقى هو بعد الليل بالطوالة وصلت هناك انتظرها كثير قاعد في رملة وبارك على رجوله منتظرة اللي أكرمك، نوخت البعير بتاعه وقعدت بقت مقابلها بنفس القعدة لا قال لها كلمة ولا قالت لها كلمة. بعد ما هي فاتت فقال له كسير بدأ يشيل من أثر البعير ويوزع بيه في بيشه وبيقعد قاعد قال يقول لها كلمة. فده الحب اللي افترض انه يكون مباح وافترض نمارسه بعفوية، وسودانيتنا السمحات دي البنات السمحات دي أصلا ما منسوا بكلمة بأنه نقرأ حيائن أو ناخذ شيء. وزمان احنا شعرات حقيقة زيدني فيه هجرانك وصدودك، كان الصدود دائما بيقول الرغبه في انك تغني الحرمان على الجوال، لكن لما تكون زولتي الو تعالي عليك المطورك في حتى كده وتجد ونس معلم الساعه 2 وركب ركشه وديها بعد هو تغني وراها اقول شنو يعني. في حياه بتموت كثير يعني. اصلا في انتهت بعد كده اقول شنو يعني، اقول لها مع السلامه واعمل حسابك لروحي ما اقدر اغني فيها. أيوه. يعني ايوه نشوف مصعب مرات بتصرح يعني خلينا من الاجهزه الاعلاميه يعني
يعني مع الشباب بتصرح مثلا باسم المحبوبة، لو لو مثلا عندك قصيدة موجهة لمحبوبة معينة بتصرح بيسيمها مع الشلة كده وبعد ذاك على الهواء بتحرم الناس ولا الله ولا انت متمسك الشلة دي ذاتها فيها خصوصيات. لكن يلا انا اقول لك شوف اي قصة لو كانت حقت غرام او كانت حقت عتاب لمحبوب او كانت حقت شوق لزول بعيد او كانت لو ما ادتك ليها يعني وعيات اللي انت بتكتبها دي او اللي بتقولها دي لو ما ترجمتها للناس وفهموها من تلغاها تلغاها الرباعيات دي معناها الرباعيات دي فين خلل ده لو حقيقي راحت يعني ما ممكن انت هسه عادي تقوم يعني هسه انا اقول لي رباعيات 10 رباعيات في حاجه معينه اقوم بعدها اقولها اقوم اشرحها معناه لو شرحتها معناها قبل الكلام اللي بتقول فيه كله صح ولا ما صح؟ يعني لو اساسا انت الرباعيات يبقى ما شرحت نفسها معناها يلا انا ما عارف لكن انا في في خاصه في 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 برنامج الغزل ده ما كتبت كثير يعني اكثر شيء المصادر اللي قلت عليك دي ومسكت الضرب ثاني من ضروب الشعر غير الدوبيت غير بحر الهزج زي ما قال اخونا مصطفى غير بحر بحور ثانيه يمكن يعني خشيت فيها كثير لكن من 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 الحاجات الرباعيات اللي انا ممكن اقول لك فيها لوم او حاجه بالشكل ده عندي واحده بتقول كفاك السمحة لا تختبري صبري معك وما تنغربي الجامعة وتزيدي جفاك تعالي نقيس ثقافة تقول أنا وياك ثلاث لغات وحات المولى بتحدى صحيح زول بادية إلا كمان بنات قنجان غريزة طبيحتي زول حوبات وهاني جبان طقيل الصبة في الفزعات بيجيك شفقان بصير في بيتي عند الجار غبي عميان قريت الجامعة 5 سنين وتاني قريت مشيت دهابي حظ المايكة والقرميت فتحت تجارة ازديرات فصافي وزيت ومرة فياقة يا نورنا عزم دوبيت زرحت المروي والمنطور بقيت تربال شطلت الشطة بين القيفة والسيال حبست البس عيت الناقة والحجال شريت اللوري وتحزم بقيت رحال كتير في الدنيا لقطة المر وكم قاسيت ولسه السمحة ساعي وراها ما خليت مربى رياف ونستي مغرة والمربيت اللي كمان حديثي معاكي بالأتوكيت يلا دي من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اقولها لك وانت تفهمها ثاني بعد ذاك عشان كده ما في داعي لشرحها يعني يغني المغني كله على بعد ليلى او على على هوا وانت قبل لما بتتكلم انا كنت عايز اسالك من يعني حتى المواصفات اختلفت عن الشعر القديم يعني الشعر الجاهلي وانت ماشي حتى الان يعني في في البوادي بالتحديد يعني الصفات ما زالوا بيتمسكوا بصفات المرأة القديمة يعني حتى في قوامة في تقولة في كلامة في في مشيتها في لفحة التوف في كده ولا الأمور زي شوية بيقى في خلط ما بين المدينة والبادية يعني والله طبعا أجوت على كل حاجة يمكن لما أي واحد يقول لك أوصف محاسنه على النيل والقمر تتنفل وكفلك لاعب الديس لفحه صعد وسفل مخمم الشيخ عمار اليوم مروق المحفل ارعى شباب خالد وعلي وتكفل ده نماذج لوصف قد يكون هو حسي موجود يعني يجي الثاني يقول لك ما بيجيك حفيانه ومشيها مفحد ولا بيجيك عطيشانه ومشيها مشحب قصبت منصح الوادي بسحاب تنقحت منك ضارعه العمور صراط اللحد يا سلام يعني كلام كبار بدون تفاصيل صغيره صغيره خليك تتصور الجسد بتاع المحبوبه وانا اصلا في النهايه لما اصرح ووري الآخرين جسد محبوبتي يبقى دي نوع من الدياسة حقتي يعني ويكون لا عندهم غيرة ولا نخوة ولا حتى رجولة يعني فالمحبوبة هي المحبوبة مع تقادم الزمن واختلاف العصور والبيئة يعني محبوبة مرة القيس إذا محبوبة مصعب عبد الغاب يقول لك قد يختلف الغوام ويختلف الشكل لكن تناولنا نحن بطريقة حياتنا ليه بتجبرنا نبوح بوح قدر المتاح لنا يعني البيت في البادية هناك صاحب حاجة لكن لا في منتزهات ولا في حفله تقعد جنبك ولا في بنشات في جامعات وده يمكن ذاته اللي بيخلي الناس يعني بيخلي الناس تزيد وتغني تيجي تعمل فيها غاشيه وتغشى جيران وتشوفها فوق الحيطه يعني ما متاح لك في انك تتمكن من انك توصيفها وصف اكثر من اللازم دقيق يعني وصف وحتى لو وصفت انت بتحس بانه خدشتها فزمان في المساديب انت بتمشي للمحبوبه ويمكن عشان تصل بعد ما تصل طوالي بتقيف يعني جاء بعد ما تحصل بعد ما تحصل ده الناس يسيروا على الناس برك وجودة ونص ساعة شاديهم مين تصل يقول لك والله لا بيخلط ولا قدرت عليه بالحيل لا بيخلط ولا قدرت عليه بالحيل يعلق لا يا رب تخيزه في النص
فده جمال يعني بتديك فرصه التامل، فرصه انك تتيح لخيالك يسرح مع المصداق. لكن الشعر زمان في البطانه اكثر صونا من احنا هسه كثير، ونحن في الباديه والجرده من ناس المدن اكثر صونا من ناس المدن. يعني حاسه في المدن في شعر وفي دبيد وبيت، والغنوات اتاحت للناس كلهم يقولوا شعر يعني، وشباب والله بنغم يعني يقولوا، لكن واحد يشدهم بانه حيوا الارث ده بعد ما قرب يندثر. الدبيد ده قبل 30 سنه 20 سنه ما كان في شعر يقول دبيد نادر، يعني ناس والشوراني والصادق والدانا والحار دلو وشيخ العرب وعكير ما لقوا فرصه يقولوا شعره مع السمح ده. ما لقوا الاعلام ناس مؤخرا عشان يجي الفرجوني ده لقى فرصه في الاعلام. لكن حسبت غنوة ما شاء الله في كل رمضان بتلقى لك 6-7 شباب يقولون في البرنامج، وانا قاعد اقول لي حاجه يعني الطلب على حسب الموجود. فاي حاجه تعرضت كثير اكيد سعرها بينزل. يعني تلقى مثلا الطماطم مرات تصير حلقه ب 20 جنيه، تلقى مفكره الكم ب 50، فكثرت العرض بتقلل الجوده. صحيح. وبعدين يعني في كلمات اقول لهم عادي خلوها للباديه، لما اجي اقول قصبه من صح الوالي، يعني بيت ما في الباديه ما ممكن اقول له بيت مش في المنشيه قصبه من صح الوالي. ويحضرني عندنا واحد بيجي يقول بسمع بيت طوالي بيقول لي غلوتين ويفوت وما بغير ليها، بيقول لي ديل يديك ولا مطيع العنجاوي، ديل شفتيك ولا مقرح البركاوي، يبقى بسمتي ولا الحلي برق خاساوي. يا سلام. وبوتان في غنوة ثانية يقول لي إن قلت لي يا خال الكبر عندها ميزة، إن قلت لي أحمد من شفاك لذيذة، ربع بقر المها الما توصب بعنيزة، أبا يتخلف وقيد البقالنا غريزة. فقلت لي أنت مصطفى كريسة أحد الغلوة دي، فقمت أشرح لي لما جيت في ربع بقر المها الما توصب بعنيزة، قلت لي يا أخي المها طبعا هي أجمل الحيوانات يعني، بعدين في عيون حتى في البنات ما فيها، فالرباع دي هي دون البقر يعني عقلة، يعني حسا مصطفى صدق بقول لي انت عجله انا ما اقول لك فبت المدينه هي فرق من انك تقول لها شيء اللي بتنفع. انا بقول لك قصبة من صح الوادي لتيت التقنت الفوسيبه دي ممكن اقول العناي الفلو مخمش شيخ عماره مهره الدنقله عجك كريمه دي ممكن اقول اللي هو بيتغازي له بطبيعته يعني بالطبيعه بالمفردات اللي هي بتفهمها يعني يعني لما جاء علي بن الجهم من الباديه وصف المعتصم تقريبا انت كالكلب في وفائك بالعادي وكالتيس في غراء الخطوب، ده غير مثل مدحي بالنسبه اليوم. صحيح. فقال ابنه له بيت الكلب وفي ابنه له بيت في دجله، بعد سنه بس في دجله، ده قال عيون المها بين الرصافه والجسر جلبنا الحوى من حيث ادري ولا ادري. هزمتك الباديه من هزمتك المدينه من الجهم، المدينه بتهزم لكن بتسلب منك بعض الاشياء اللي هي جميلة في شعر الدبيد. لكن زي في صوت عالي في الشارع العام بيقول انه ما عادت الفتاة في الريف والبادية هي الفتاة الزمان، يعني كل ده ضرب من الخيال يعني الشعر الان اللي انتم بتقولوا جيلكم يعني اجيالكم دي. والله انا دار اقول لك وما بقى خلاص مع التكنولوجيا، انا اقصد طبعا خلاص ما السما ده بقى مفتوح يعني لا هي موجوده صح، والتليفونات الذكيه يلا دار اقول لك يعني انا هو انا ممكن يكون حصل تغيير بسيط بالتكنولوجيا القتالي وبحته انه مثلا التليفونات بقت والواتساب والفيسبوك وبرنامج، لكن لا استعلي فيه حاجات كثيره جدا، وفي ناس لها استعلي عندهم شغله بواتساب ولا فيسبوك ولا عندهم شغله بتكنولوجيا ولها استعلي المفردات دي ذاتها. اقول لك حاجه اكثر ناس بيفهموها انه غيرهم ذاته ما في زول بيفهمها. يلا انا ذاته لما اجي اغني مثلا زي ما قال لك مصطفى قبيل، لما اغني انا لما اغني اصلا ما اقدر اغني لي دول. انا بغني خاصه الدبيد، الدبيد ده دائما تلقاه مرتبط بالبادي اكثر من اي حته ثانيه. مفرداته ذاته مصطفى عاصم بيقول لك والله لما تدخل فيه حاجه جديده كده بتحس بيه انه زي الدخيله كده بتحس بيه زي ما يبقى ما مستصعب لكن انت قبل برضو دخلت حته قبل ما نمشي نسمع عمل من عز الدين، انت برضو دخلت كلمه الاتيكيت يعني بديت انت تعيش صراع ما بين المدينه والريف. في بعض الشعراء الكلمه الرباعيه لما تكون مثلا من مدرسه قديمه وفي نفس الوقت تدخل فيها كلمه واحده مثلا كلمه جديده او كلمتين، يعني هسه في مدرسه عليل يمكن مدرسه هسه بيتاي ضد الضوء، مدرسه جميله جدا ومدرسه امبراطور يعني بيتاي ضد الضوء شاعر بمعنى الكلمه. المدرسه حقته بتختلف من مدرسه الشريقاوي، بتختلف من مدرسه والشوراني، بتختلف من حتى من هسه انا المفردات اللي انا بقولها.
يعني زول قدر يحدث في الدوبات وفي نفس الوقت ما يطلع يعني ما يخليه مستساق يحدث فيه ويخليه مستساق. الجبال انا قلت لك الاتوكيت يعني زي ما قلت لك في البدايه يمكن تقول تلقاني جبت فيها كلمات بدويه بعد شويه دخلت فيها حاجه كلمه واحده ما بتعمل لها حاجه لما انا القى واحد بس كله زي اللي بخاف منه قريت الجامعه مرتين برضه يعني على اساس انه عايز تواكب انت وعايز توريها انه انت برضه يعني زي ما قريت الجامعه وقريت يلا لو 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 مساق ثاني اخر يعني لو سمحت الاولى كانت شنو؟ ملف برياف وناس تمغرة والمرويت يعني انت اصلا لو سالتك هالكلام ده ولو سالتك يمكن يعني ناس كثيره بتاع المدينه يقول لي يا زلمه مغرة شنو المرويت شنو المرويت شنو يقول لي صح لكن انت عرفت العصايه الاخيره لكن وانت انت مرات مرات بتطلب انك يعني حسي بس كل يوم انت بتكلم مثل نسر يوسف البنا بنتكلم عن متشوراني فعنده اغنيه بيقولوا سود قلبك واشتينت جنين النادي فقال عندهم واحد عربي قح بدوي 100% في المدينة قال يا معه الله يكشف النادي الليلة يفوقوا يعني النادي اللي هم عارفوا هو اللي هو حي بيأكلوها والله هي آلة بيستخدموها في البيت والله محل بيرتادوه فالبادية موجودة لكن مرات انت تضطر تقول شعر جديد عشان ترضى صور مثلا يعني مثلا حسن عندي بقول لك دارس انجليش في الإيرش يا داب يونغ ومربوع على غامشي نط طويل اللونك I will send you like my share the أجمل صدمة because my heart like ورطة البنبونك يا سلام لكن مصنوع مو أنا مو عايبني لأنه في هنا شعر مصنوع مصنوع صناعة يلا نحن حنسمع عز الدين تسمعنا شنو يا عز الدين سعيد نسمع غيره ما في غيره ما في تاني ما في تاني ما في بيت البادية ولا بيت المدينة ما بقت شغلة بتاعت بادية كلمات
سنة وأنتم طيبين. شكرا يا عز الدين سعيد. بنرجع مرة تانية لمصطفى العرباب. مصطفى لو تحدثنا برضو عن النم والدوبيت والمزدار والمجادعة, نتكلم عنها شوية ونسمع نموذج تختار لنا من أي نوع من الأنواع. جدا, هو طبعا كلهم طبعا كفان واحد. يعني الناس بيخلطوا بين النم والدوبيت. النم التغني بالدوبيت, يعني ملحون يحكي من دون يحكي بالبعض يبا عارف يعني عارف إنما النم الجر الواحد بيه بدون الليل دوائد. المزدار سفر الرحلة, والدوبيت ده اللي هو الغنى اللي بنغني فيه ده, بعدين بيقولوا مربوعات وبعدين بيقولوا دوبيت. وطبعا دوبيت اللي هي واحدة اليدون الاثنين دي. لو جينا مسكنا نماذج بنلاقي كل واحد عنده دور مؤسسه, يعني المزدار فلان الفلان 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 الفلان. النم حس عندنا نماذج كثيرة جدا اللي هم مشهورين طبعا بعمر وصديق عباس ودا القدام ودب لهب القدام احمد اللمين جبارة بالنمة دي لنا شغل النمة بس بدون عارف. صوت جميل ملحون اي غا جميل عارف. بعدين الجميل فيهم بيقوم يتخيلوا جيد الشعر كل شعر يعني بيقوم ينموه المزدق ونانا ده هسي بغريته دي يسمى الربقي النزول ده ربق غناه نمة صاحب فيه آلة في النهاية غنى قالوا كمزدق رحلة ده مزدق يلا في تاني غناء إنك تباري فلان والناس بقوا تبدأ المبارة والمجارة المجارة دي أنا أقول له غناء كله كامل أقول له يلا كجاريني المبارة أقول غنوة وإنت تقول غنوة أنا أقول واحدة وإنت تقول تاني دي كده بنتباري نحن الاثنين لكن المجارة أقول فلان قال شعره أنت قلت شعر زيه فيمكن عندنا مجادعات كثيرة جدا مع كثير من الشعراء وأنا والله حي قاعد أقول عدوي وصديقي عدوي لأنه بيناتنا منافسة في الشعر وصديقي لأنه سجل معي أكثر من 100 حلقة غريبة نزاعية وغرابة حمص طيب في 20 حلقة تلفزيونية الشاعر وبيناتنا مسجلات وأخوانيات فيها الجميل وفيها الغزل وفيها الفخر يمكن يوم بعدين بنحاول دائما نستحصي على بعض المجاهدين أشوف الغافية العطشانة العطشانة دي إنه غافية ما متوافرة كثير عشان أي زول ممكن يغني فيها. فيوم قلت له علمني تحسيب النجوم والفقدة أسهر عيني سهرا منه نعمة السجدة قايم فوق نعيم وعز ومنقود نقدة ولينا من نعوم تتعقد كما يعقد. قال ليش هاني لذات المنام والرقدة يوزر مني عند الأرباب وذا قدر العقدة قصبت ونصح الواد الخصيب مو لقدة تتمايح تقول بانا والتي لك مقدة. قام قبلغن وقال لي الخلاني أصرح في صلاتي وشك شوف منظرة زول نكاف وساكن الخلاني أصرح في صلاتي وشوف شبه ترد الرزم اللي يعود وتتوب شفت الليلة ما بين الجنيد والعق وريت عليهم ما ريت عليهم في فيسبوك وطبعا افتكر انه خلاص هذه كده هي غنوة وقدي ما فيش ذاته فقلت لهم ماكينية شقاق محفوظة في بيت بتاع شقاق العرب بتاع العرب بسهوه بالبريك ده أو بالشعر ماكينية شقاق تعلاها ما في قلوب ومشي كالسحاب ما هل فيه فتجو صحبة سطوة تهدم في العروس والدب وتقلع في القديم مثل التبول في لوك عندما جارة مع أخونا الترجوني ومن المتوقع ليه يكون شرف أرض الوطن من أمريكا ونتمنى أنه يشرط الجباز ويقيم معنا هنا ليعود الشعر يتنفس هواء طبيعيا ويعود للفن جماله ورعاته وهزه العربني يعني أنا أكون بكون تقول شعر فصيح فصيح جدا عمودي فقام هو حولني للدوبيت وأنا قاعد أعربني يعني فعندهم يعني بناتنا أنا وعبد الله الناجماب والفرجوني فعبد الله بقول له مضروب الطقس يا البنا ما بيتهدى سيف السيف علي الكرار منه حدى الكتلون ناوي خلو وما بينعدى والقاسمات كبدته ونص قبل مع السدة الفرجوني بقول له يا أبو الشيخ غرام أمات خديدة النردة سعلينا الله منه قلوبنا ما تنسد يزيدا في السماح وزيد قلوبنا مودة نمسك دربه اللام تلعمالين عدى يا أبو الشيخ ظلام الليل ظلام وصود دي سميت له قايد للمحازم هدى قام تنبان لينا وحين ميدا شدا حل مطراها يا أبو الشيخ صباباتا صباهن جدا شو يومه ما هو المسك البطايب نقدا
شبه يا زمان أدن شرية ردنا محلم الصاور بين من كتيل لا بد. بقول لي يا الأرباب أنا المارقني من الردة مهرة عرض تقدل بالدرع والعدة حسسا بين ما أسدت في الدرع بشدة ظاهرا جرح طيب ويوه ماش في جدة. أنا بقول لي يا فرجونا صموت مصير لا بد ومرات تشتهي بيأخذ له منك جبدة أن شاول مازي قلبه هارد الكبدة كل ما أقول لطيب ألقاه عقبان يبقى ويا الفرجوني من الشعب والله بالصدى سامهم من زمن في كبد ساكن في صدى نوسر جرحهم من جسم نغجل وصدى كل ما أقول يخف ألقاه جدد وصدى ويا الفرجوني كيف للساوي دي سوم خدى ربنا زاد عناده وزادني فيهم مودة ضحا بكثير ديشن ولا بنعدنا ماض عمره هيلين وليهم بقيت المدة ويا الفرجوني سيف الماضي حتلى وهدى صاب صياد بسيط صداه وصاب من صدى ما دواني دودو ودودا أدى ودى حظي ولنشفافه وديسه كله سودة يا سلام فدينه جادع بيني والفدين انت رأيك شنو في لا 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 ما هلا أنا جبت شيء كثير خلاص ما هلا فيفا ومجكة ما هلا فيفا رأيك شنو أنا بستشهد بك لأنه انت يعني لسه شاب يافع يعني ما هل لفيفة الجك تجك يعني يعني الجكة دي هي المشكلة دي يعني ما هل الإيقاع السريع يعني مع الحياة يعني هي ذات اللفيفة المرض بتمشي سريع اللفيفة الجك يعني بتجك زي الجكة يعني الجكة ذاتها في تشيل الخطوة يا تشيل الله تحط انت لكن انا بتجي عم بكتب زي الركشة فوق غير كذا لو جينا للجكة لو جينا للجكة في 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 هالبل وفي كل هاي موجودة موجودة لكن ما سمح نوع من المشي ما سمح لكن اصلا بالنهاية يلا نسمع نسمع تسمينا شنو طيب انا اسمعك مدام جينا للباديه وعيد الباديه اسمعك جبنت الباديه لكن بضرب ثاني من او اتجاه ثاني من من دروب الشعر من دروب الشعر ريحه البن وطعم البن وصوت البن لما تدق حاجه ثاني تسمع ليه كم يضع وصل البن بدور له دراي لا بدقوه ناعم زين ولا بحرقوه بالقلاية جابوا الجبن اللي تطين كان فنجان معاه وقايا أنا والنيل وحاج عثمان وحاج كراح وكاية بكاية رابط رابط راسه بيدنقان وكان راقضه في صلاية وقال متقري تبلو البنو اللي يدوه في كباية جات السرة بتحمدين وكان كايسالة لغنماية سلام على ناس نعال طيبين وكيف قيلتوا يا أخي الله طيبناها جملة فرد وزحت لها حاجة تاية حباب الملكة بتحمدين تعالى يوم بوحد إحداية وكبت لها كف فنجان يا بنت الراي جميله وايه وبعد البوم ما راك في الجوف قالت لنا يا اخي الله ما شفت لكم عظم طاشه معاها فروض بهيمه انتايا قام رد لها حاج عثمان وقال لها فوق بلا ضبراي شفتها عند الحقنه الفوق وما تذكرت اجيبها معايا جابوا الثاني والثلثاي وسط البكري ما هو كفايه وكان البيت في ابسط صوره الا ملان اسرار وخفايا كيف الزير الفر كوبا باقي العيش في مقلايه وتفرار في عرش البيت صوت فرطاق ومعاه عصايا ريكة كسرة فوق سحارة بخصة روب وكم مضراية طيبة الناس والحن والبسمة تغوص البن في بيت التاية ومن يوم ذاك وانا عاشق البن وبيني وبينه الحكاية يا سلام شكرا شكرا يا مصعب زمننا نحن انتهى بنقول لكم كل سنة انتم طيبين لكن في كلمة واحدة العيد في المدينة وفي البوادي والريف يختلف ولا ما يختلف أكيد طبعا يختلف كبير كبير شديد يعني أكيد يختلف يعني المدينة أنا ما أعرف لكن طبعا هم أي ناس يقولوا متكيفين بوضعنا اللي هم قاعدين يقولوا لكن إحنا أسي أنا جيت عيد في المدينة بحس نفسي إنه ما عيدتها لأنه العيد هناك عندنا لو ما طلعت على الناس ما عيدتها لو ما مشيت لديل وباركت له العيد ما عيدتها ولو لاقاك زول فيه الحلة ذاته وسلمت عليه وقلت له كل سنة أنت طيب بحس بك انك ما عيدت عليه لكن لازم تقول له العيد مبارك عليك ويقول لك علينا وعليك العفو لله ماشي مثل الهواء النقي ده يعني حتى الكلمات ذاتها بتختلف اقول لك يعني لو ما اكلت عند الناس زين وطلعت بهناك شلت حلاوه وبيجا شلت قطعه بتاعت لحمه وبيجا سلمت على الناس وقعدوا قالوا لك اشرب لك جبنه ما بتحس انه في عيد يعني هسه انا عيدت في المدينه يعني عيدت اكثر من مره لكن والله بحس نفسي انه عيدت لكن طبعا هون رضياني لانه هون ذات وضعهم بيختلف من نوعين يعني انت هناك اهلك يعني كلهم حواليك لو ما مشيت ليهم ولفيت عليهم بتحس انه ما نعم شكرا جزيلا الشاعر مصطفى الارباب وشكرا برضو الشاعر الجميل مصعب بشير شكرا برضو للجميل عز الدين سعيد وشكرا برضو لادريس محمد على آلة الاورجن وكل سنه وانتم طيبين ونختم بعمل اخير ان شاء الله تختاروا لنا ونهديه لكل المشاهدين في
في رابع أيام عيد الأضحية المبارك من على قناة الخرطوم الفضائية. شكرا كثر خيركم على الحضور. شكرا. نزلت أمطار كلمات الأستاذ الرشيد البري وألحان فنان قسم الله. أقول لكم سنة طيب.